Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، نواصل الحديث سويا عن الدعاء، وأرجو كما قلت بالأمس ألا نغفل عن الدعاء، ألا نغفل عن الدعاء، فكلنا في أمس الحاجة إلى الدعاء، كلنا في أمس الحاجة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن يعلم العبد إذا سأل ربه جل جلاله كيف يسأله، كيف يسأله، كيف يتودد إليه، كيف يتقرب منه سبحانه سبحانه. وكما ذكرت من قبل عن شروط إجابة الدعاء، وذكرت أن من شروط إجابة الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون المأكل والمشرب والملبس من الحلال، ألا يتعجل العبد إجابة الدعاء. دي شروط أساسية في الدعاء، وهناك شروط أخرى، أو هناك عقبة أخرى تحول بين العبد وبين إجابة الدعاء، وهذه هي الآفة التي أهلكت وأحرقت صاحبها، ألا وهي الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تقف عقبة كؤود، عقبة كبرى أمام الداعي، تحول بين العبد وبين إجابة الدعاء. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يرى ذنوبه، خد بالك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يخر عليه. المؤمن التقي الذي يخشى الله جل جلاله يرى ذنوبه وإن صغرت، يراها وكأنه جالس تحت جبل. خد بالك، لو وأنا قاعد كده مثلا، أو إنسان قاعد كده وحس إن في وراء جبل، وعلم إن الجبل ده هيخر أو هيقع أو هينهار، فهو قاعد خايف متربص كده بيبص حسن يقع عليه. فالمؤمن هكذا يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يخر عليه، ده المؤمن. أما الكافر، خد بالك الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، وأما الكافر فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. خدت بالك معايا؟ يعني الكافر يرى ذنوبه كأن ذبابة وقفت عليه فأراد أن يدفعها هكذا، يعني يرى ذنوبه لا شيء. والصحابة كانوا يخافون من الله خوفا شديدا، حتى أنهم كانوا يقولون إنكم لتعملون، خد بالك من كلام الصحابة، إنكم لتعملون أعمالا أو ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشعر. إنسان يعمل عمل، هم يرون أنهم يعملون أعمال أو ذنوب، يرتكبون معاصي، هم يرونها في أعينهم هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. شوف الإنسان بيستصغر المعصية، اوعى تستصغر المعصية، اوعى تحتقر المعصية، اوعى تحتقر المعصية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
النار المشتعلة المتأججة دي بدأت بإيه؟ بدأت بشعلة بسيطة، مش كده؟ أي نار اشتعلت بدأت بإيه؟ بدأت بشرارة بسيطة اشتعلت فيها فأشعلت النار وجعلت لهيبها يرتفع عاليا. معظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك لما علم الإبليس خطر هذه الآفة، خطر الذنوب والمعاصي، أصر أن تكون العداوة بينه وبين الإنسان في أنه يوقعه في الذنوب والمعاصي، كما قال لله جل جلاله كما جاء في الحديث: وعزتك وجلالك، يقول: لا أبرح أغوي عبادك، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أبدانهم. يعني أنا مش هسكت، مش هستنى، هفضل وراهم طول ما روحهم موجودة في أجسادهم، هفضل وراهم أغويهم، كما قال الله: ولا أغوينهم ولا أضلنهم ولا أماني ولا أمنينهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة ظاهرة بينها لنا ربنا جل جلاله: لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. انت هتغويهم؟ هتفضل وراهم؟ طيب كل ما يستغفروني بقى انا هغفر له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: فقلت استغفروا ربكم، عن لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. خد بالك بقى، لما يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب تتنزل الرحمات، تتنزل النعم علينا من الله جل جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا توقرون الله سبحانه وتعالى وتجلون الله جل جلاله؟ لماذا وتسرفون على أنفسكم بالمعصية؟ ولذلك وصف ربنا جل جلاله عباده المتقين، قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أنهم مذنبون ويعلمون أن الذي يغفر الذنوب هو الله سبحانه وتعالى سبحانه، والذي يجيب الدعاء هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أذنبوا سرعان ما رجعوا إلى ربهم ومولاهم وأنابوا إليه وتابوا إليه وأعلنوا توبتهم وأعلنوا ندمهم على معصيته سبحانه سبحانه. فالعقبة الكبرى التي تحول بين العبد وبين إجابة الدعاء الذنوب والمعاصي. يبقى لابد من الاستغفار على طول، استغفر على طول طول ما احنا قاعدين، لأن الذنوب دي بتحرقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي. الإنسان لا يسلم من صغائر الذنوب، ولا حتى إن الشيطان يجعل الإنسان إذا ما استطاع أن يدخل إليه من باب الكبائر والصغائر، والشيطان له مداخل على الإنسان كثيرة، يدخل إليه من باب الإسراف على الإنسان في المباحات، يجيله في شيء مباح ويزن عليه يوسوس إليه، علشان الإنسان عمره ما هيفكر إنه المباح ده إيه اللي أنا هتعاقب بيه في إيه، هو أنت مش هتعاقب بيه، ولكن يجعل الإنسان يسرف على نفسه على نفسه في المباحات حتى يشغله عن طاعة رب الأرض والسماوات. خدت بالك معايا؟ فالدعاء العقبة التي تقف بيني وبين إجابة الدعاء إيه؟ الذنوب والمعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب الدعاء، إن إحنا لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ودعا الله مباشرة، فقال عجل الرجل ده مستعجل على إجابة الدعاء، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدب الدعاء. ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا من أدب الدعاء بقى أن يبدأ الداعي الدعاء بحمد الله سبحانه وتعالى، أن يحمد الله.
وأن يبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه هو كما أثنى على نفسه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن يسأل العبد ربه بأسمائه الحسنى كما قال الله جل جلاله ولله الأسماء الحسنى خد بالك من الحتة دي فادعوه بها فادعوه بأسمائه الحسنى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بإيه؟ بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك دع الله بكل الأسماء لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مش 99 بس لا ده في أسماء تانية كمان ولكن هذا ما أخبرنا به ربنا جل جلاله ولكن لله أسماء أخرى غير هذه الأسماء ولذلك جمع هذا الدعاء كل أسماء الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان العبد إيه؟ لا يعلمها يبقى أن يبدأ بحمد الله والثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم بعد ذلك يدعو بما شاء بما تيسر له من الدعاء ولا يتكلف في الدعاء مثلا ما يتكلفش السجع لا ادعي بقلبك ادعي بقلبك ادعي كما يحلو لك وكما تشاء بشرط ألا يعتدي العبد في الدعاء ما تشترطش على الله في الدعاء لا ما تضيقش المسألة على نفسك لا وسع المسألة بقدر ما تستطيع لأن الله سبحانه وتعالى سيكون عند ظنك أنا عند ظن عبدي بي فوسع قدر ما تستطيع فالله سبحانه وتعالى لا حدود لعطائه ولا حدود لملكه ولا حدود له في إجابة الدعاء فلماذا تضيق على نفسك والأمر واسع عليك وسع بقدر ما تستطيع ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمل الأحاديث وأختم به إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو الله جل جلاله وهو يقول اللهم إني أسألك والحديث في الإمام مسلم وحديث من بريدة يقول سمعت رجلا يقول اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب نتعلم الدعاء ده اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أو اللهم إنا نسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نتعلمه كلنا جميعا ونكرره أي دعاء نبدأ به ابدأ بهذا الدعاء ابدأ به لأنك ترجو من الله الإجابة فلنتحرى كل ما يعين على إجابة الدعاء كلنا عايزين إجابة الدعاء يبقى لازم نحقق شروط الدعاء ونحقق آداب الدعاء وبعدين تترك الإجابة لله سبحانه وتعالى هذا من وهذا والدعاء لا ينافي الأخذ بالأسباب الدعاء لا ينافي الأخذ بالأسباب يعني إيه مش واحد يدعي ويقول خلاص أنا هقعد بقى وربنا هيحقق لي دعوتي لا أنت تدعو الله سبحانه وتعالى ثم تبدأ في الأخذ بالأسباب ليحقق لك الله سبحانه وتعالى ما تريد وما ترجوه ربنا مش هيجي لك بنفسه ويعمل لك الشيء اللي انت طلبت ده تواكل على الله إنما التوكل أن تدعو الله سبحانه وتعالى ثم تأخذ بأسباب النجاح وبأسباب الإجابة وتترك كل ذلك لله سبحانه وتعالى أسأل الله جل جلاله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتقبل منا صيامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا وأن يخرجنا من رمضان وقد غفر لنا الذنوب وستر علينا العيوب وأن يجعلنا من عتقائه من النار إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.